طيب يا اخوان لكم 5 دقائق على كل كيلو تزيده لك 100 ريال. الله ليتس جو. واحد ايش هالليت لكم 5 دقائق يا اخوان ما فيها اي شروط والفايز راح يكون واحد يعني اكثر واحد راح ياخذ الفلوس كلها. كم غير لا على كل كيلو تزيده 100 ريال بدت من الان 5 دقائق يا اخوان. لازم تشغل مخك. بالتالي ايش تسوي؟ تجيب شنطه، تجيب كرتون مويه وتبدا تحط. اول شيء لازم تروح لم مكان ما حد يتوقع. هل لو اشيل المرمى بيكون خيار حلو؟ لازم ما افكر باشياء كثير واقروش نفسي، بالمخ تسوي شيء ذكي. طيب يا اخوان بفضل لكم شيء يا اخوان، تدرون ان اخر 6 شهور حققنا ارقام ما هي طبيعيه، كله بفضل الله ثم بفضل لكم، جبنا اشتراكات، جبنا مشاهدات مره عاليه، قدمت على افضل صانع محتوى في الاتحاد السعودي، ما قبلوني، انا شفت وش ناقصني بالشيء الوحيد، بالناس اللي قبلينهم، مشاهداتي نفس مشاهداتهم، زياده المشتركين عندي اكثر من زياده المشتركين اللي عندهم. فقلت ليش ما قبلوني؟ ليش ما خلوني اترشح على الاقل افضل صانع محتوى؟ هذا هو الهدف الرئيسي. فاكتشفت انه في شيء واحد فرق بيني وبينه اللي هو المشتركين. عدد المشتركين عندي اقل من عند المشتركين عندهم باضعاف، يعني هم اكثر مني باضعاف. فلا اوصيك يا عزيزي المشاهد بالاشتراك، لان انا وعدت نفسي وعدتكم حاليا ب 2023 اني اكون افضل صانع محتوى باذن الله، وهذا الشيء ما يصير الا باشتراكاتكم. ترى بدون المشتركين ما اقدر، ما يقبلوني. اسمع اول شيء لازم ايش؟ شيء تشيله هو ويشيلك، فهمت؟ يب حلوه ذي، هذه كم فيها؟ سكوتر. اوكي سكوتر، بقدمشي فيها ان شاء الله. كيف تقيسي في الوزن؟ ما عليك منه، بقيسها. خطك الثاني، انا عندي شنطه فوق، راح احط الشنطه فوق، ابيها كلها اغراض. يوه حلوه ذي، هذه كم فيها كيلو؟ سكوتر بقدمشي فيها. بعدين ايش نسوي؟ بسم الله المعين، على كل كيلو تزيده 100 ريال. هذه خشبه ايش رايكم فيها، كويسه؟ والله انها ثقيله، والله شوي ثقيله. ابغى شطرطون، اعطيني شطرطون سريع. شكرا لك. هذا شطرطون، انا مروق ضامن وضعي، عندي خططي، عندي كل شيء. حطيت الشنطه كلها مويه، الان نشيل الشنطه. ابو فوق راح اجيبك. ما يمدي لو اجيب هذا ما يدري يشيله. السير يشيلني واشيله، يشيلني وانا شايله. اقسم بالله انا فكرة طيب. هذه خطأ الف، اخذت البابين نفسها وربطتها في بعض ودحين بوديها عند العيال. هذه ثقيله. دايم انت قاعد عندك الحين وشوف 100 افضل. هذه الشنطه ابو اختي، ثقيله بدون وزن. مش طرطون تدري ليش مش طرطون؟ عشان بنزل الشنطه في ظهري. ايش في اشياء شيلها يا اخوان؟ عزوز حبيبي ما في قوانين، انا ما ادري عن شيء، الموضوع ما في قوانين. راح اهزمك يا ركان. بسم الله المعين. الشيء اللي طاح منك ما يحصل، يعني لازم تكون شايله وثابت فيه. تعبان، تعبت. لا حبيبي بعد 5 دقائق لازم تكون الشيء شايله وتكون صافين، اي واحد يطيح منه اي شيء ما عاد يرجع. بعد 5 دقائق. السلام عليكم. الان انت 122 وانا 68. وشاري هنا باذن الله الفوز بك. انا بكون هنا، احط راسك من تحتي وارفع من هنا. بسم الله بسم الله بسم الله. سلم الدين. انا اخوان الله مروق. ما يمدي. ابو شو فكرت في المرمى، تصدقي ما يمدي. انا احس انها ترى ما راح تزكي. فكرتك ماشي، غيرها. هو قال لازم تشيله وشيلك ما له غير. رسميا قررت اخذ السير، ما بقى الا دقيقتين، ما لقيت لي شيء اخر. ركان يا لا 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 ثقيله بتصير. تفهم والله دقيقتين ومودي ما ادري ايش صار، ما شفت هاي جواله. بس باقي دقيقه ونص يا اخوان، دقيقه ونص. ما الام صلاح 5 دقائق كفايه لو تبغى تشيل بحر. نزقني انت، نزقني رزق زين. انا بسير وزن. عندي فكره حلوه. اوكي شوف الخشبه هذه بشيلها برضو، والله بينكسر ظهري. دقيقه، كيف بشيلهم ذول؟ والله الموضوع صعب يا جماعه الخير. ما تشوف طريقه اقدر اشيلهم الاثنين؟ بس انا اتوقع لو اشيلهم الاثنين ترى افوز بالفيديو على طول. اتوقع باقي دقيقه يا اخوان، دقيقه واحده. ابي اوزان. ابو جوش راح تسوي خلص الوقت شلون يعني؟ يا اسطورة. اوكي وش باقي؟ والله فكرتك اسطورية مرة يا ركان. كيف يعني يا ركان؟ يلا باقي دقيقة يقول لك. وش ذا؟ ما زلت احاول. كيف؟ كم بقى؟ باقي نص دقيقة. فارس قاعد تسوي فارس. خشب هذه شلون بتشيل حبيبي؟ شوف العمار هذا شلون بتشيل حبيبي؟ يا اخي بيفوز. دقيقة هذه اغراضي، باقي نص دقيقة. انت بنت بدرايش زود.
شنو اشيله؟ هذا مش شايل الثاني، كله قاعد يشيل بعض خلاص. لا خلاص انا بحسب الارض. ها؟ الكوكب بحسب معي. يلا تقدر تطلع في الميزان كوكب، طلع. طلع ذا بالميزان، طلع يلا. يا اخي طلع هات الميزان. بتكسر امه. اي هذا طيب مطلوب اني اكسره. يلا صرت قوي. اوكي. باقي واحد. السلام عليكم. يا مرحبا يا مرحبا. خلاص الوقت يا ابوي. يا عيال من الان اي شيء ما انت شايله او شايل مع السلامة. حايلني على السير الحمد لله. لا لا فارس 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 فارس. ابوقف شالك نصبك. شلون تحطه بالسير؟ ما عليك انا فاهم مع المثال. فارس هذا شغلك؟ هذا شغلك. لا لا عزوز ما تضرب. تقدر تشيل هذه بس. تقدر تشيل السير؟ ايه. تقدر تشيله؟ بحاول. خلاص شيله من. طب شايلني وشايله. اي شيء ما انت شايله تطلع برا. اعطيتكم القانون هذا من بدري. اي شيء ينزل منك من الحين تطلع برا. ما عليك. 107 فاصل 8. ايوه روح 107. الله يسلمك سلام سلام بشو. كان وزنك 98 الحين 107. يا 107 107 107 احمد 137. شلون مودي شلون؟ ولا فجر الميزان صح؟ 178 مودي انت كنت 51 178 بسم الله يا رب. فارس 65 بنقص وزنك. فارس كم؟ 79 79 فاصل 79. هيك يعني هيك التنين اشيل اثنين. وين الاثنين؟ اي بس ما والله ما قس قس هشيل 85 توقع 600 بالكثير. شفت 101 بس 15 كيلو. والله يا ربعي لا 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 فالكم البير باذن الله. ابراهيم 68 يروح يروح يروح. طلع طلع فوق ال 107. والله ما يكفي. كان 90 صار 107. تدري كم زدت؟ 17 130 130 130 130 والله ما يكفي بدون منازع يا اخوان. ابعد 132 كيلو. ما حد يشيل احد. لا 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 والله 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 قال عاد هذا حسد. ايوه ايوه حسد الراس قال هو حسد. فين حسد؟ فين حسد؟ 16 20 كيلو بس تعبان مرة. طيب يا اخوان حسبنا الزيادات والوحيد اللي جاب ايرل ابراهيم يعني طلع فوق ال 200 لكن ابراهيم اللي سواه هو ما شال شيء. ابراهيم انشال. ايوه ايوه الحق حق رام. انت برا وبعد هذا هذا كمان. وين وين مودي؟ معليش برا صراحه ما قصرت. التوب 3 عندنا روب وركان وابو ابو كم جبت؟ 39 كيلو. 39 كيلو 45 والله اكثر واحد تعب. 15 انا مبروك الفوز. هذه 5000 ريال بسحب منها 500 بس 4500 ريال. نعمة من نعم الله. أنا راضي مبسوط فيها. شكرا العافية للمشاهدة. شكرا لكم. شكرا لكم. دقيقة ما شاء الله بقى 500 ريال بين ال بين أنا 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 أنا